دابزنا انا والملولي عمرنا دابزنا انا ونزار ما كندابزوش، حنا كنقلبوا على شي حاجه سميتها البوز، كنقلبوا باش ندخلوا الفلوس باش ندخلوا الادسنس. الادسنس انا هاد الشهر هذا اللي درت فيه هاد المعمعه كامله دخلت فيه 8 ديال المليون في الشهر، الملولي دخل 12 ديال المليون في الشهر، سمعتوني انا دخلت 8 ديال المليون، نزار دابا يكون دخل 4 ديال المليون شكاه بلا اشهارات بلا والو، يعني انا بالاشهارات وهذا دخلت شي 13 14 مليون بالاشهارات بين السلام عليكم الاخوه الاخوات، كنرحب بكم معايا في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه ندى من بعد ما خرجت وقالت بانها كتستحمر المغاربه وبانها غير كتكذب عليهم غير كتمثل هي ونزار، فغيتا وعفوا وساريكور ورضا في واحد اللايف شر شمو ندى حسي وخرجوا فيها طول وعرض. المهم نخليكم تشوفوا هذا المقطع الاول ونرجع لكم. دابا المشكل هو علاش ما خرجت شحال هادي وقالت بان حنا راه تنستحمروا المغاربه، علاش بالضبط في هذا الوقت هذا خرجت وقالت بان راه حنا غير تنكذبوا غير تنمثلوا صافي، حتى مهم حقات داكشي اللي بغات عاد خرجت كتقول راه حنا كنكذبوا على المغاربه. الا كنتي كتكذبي على المغاربه كما قال ملولي رجعي الايفون وعطيه النص في النص ديال داكشي اللي صورتي في هاد الشهرين تقريبا اللي كان معاك نزار. كيحط داكشي بلا مونتاج ان با لو دغوا دابا واخا ما عرفتشنو يحطو، هي كتستحمر الشعب وهي نصابه ونصبت على الناس في الجيف اواي ونصبت على عيالات ونصبت على رجال ودايره هادشي كله فيلم، هي اللي خاصها تتعاقب. باغا دابا طيحي كلشي الله لا طاحو، انت بوحدك اللي غادي طيحو بوحدك اللي غادي تسينيالاي يا قرده. قديم الفيديو ساره ماشي الدرد هشام هذيك اصلا. ويلي 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 دابا ولد الشنويه شنو رايه في هادشي؟ واش كيدافع عليها؟ ما عرفتش رضا خطا رضا حبي دابا واش انت كتدافع عليها؟ تصاوليو عليا باش يقطعوا لي اللايف. دابا قول لينا واش دابا انت كتدافع عليها؟ ماشي حشومه رضا. لا ما تندافع انا على التوافق، انت ولد الشعب، انت كيبغيك الشعب حيت انت حقاني. صار يقول واتي شوف انت مغربي وانا مغربي وكلشي مغربي وهي نصابه والملولي نصاب ونزار نصاب، ثلاثه نصابين. الملولي باش نصاب اختي؟ باش نصاب اخويا رضا؟ ملولي ما كيدير لا نصب بالحسيه لا والو، كيدير فيديوهات كيحط في اليوتيوب كيدير سبور كيتحدى ريكو كيتحدى جراندايزر كيحط كيربح الفلوس. اشنو نصب؟ نصب على الناس عنده شيكات نزار، كيفاش كينصب على الناس؟ عمرو ما نصب نزار على الناس، مسكين واخد الدق واكل الدق مشوه مسكين، فرقاتو على عائلته شوهاتو عطيه العصر. الرجوله ديالو ما كينصبوش، هي اللي كتنصب بالشيكات كتاخذ الفلوس عباد الله وكتهرب، هادو كاع ما كينصبوا، هادو الناس كيديروا فيديوهات والناس كيتبعوهم وداك التتبع ديالو كيربحوا الفلوس. كاش النصب؟ هي نصابه معروفه. شوفوا هاد 21000 اللي كيتفرجوا كلكم غديروا حمله السنين على ندى الحسي على الخنزه المعفره وتصرفها المسخه الا الشعب. حنا بيدنا كنخسروا الهضره في اللايفات وكنديروا الشوهه وكنخرجوا نتشوهوا، ولكن فاش كيطيح الشعب كنوقفوا معاه شحال من مره. لا لا شوف انا ضد، شوف انا ضد اي واحد يطلع يعير الشعب. هذه اخويا ماشي عيرت الشعب، هذه استحمرت الشعب، قالت حنا استحمرناكم بوجهها قاصح وجه العفطه بطل الحرام، قالت كتقول لهم انا استحمرتكم باش نربح الفلوس. الله يعطيك مصيبه اللي نتي ديك الشرفه ديال امك ما كتحشمو ما كتحشمو والله يخليها سلعه المافيا خويا قوم لوط خانزات المعفوره. دابا عرفتي شنو كتقلب على طرق ملتويه كتجيب فيديوهات وجاب داك ما عرفتي واحد سميتو مصرفق ولا ما عرفتش سميتو دايره معاه واحد اليوتيوبر وقالت معاه قول الحق قول الحق. عرفتي بالكم الفيديو فين كنتي شحال هذه ما خرجتيش الفيديوهات يا المنافق؟ باغي نتكاليو عليها؟ والله لا تكالت عليها، انا غادي تدوزي معايا اكفس شهر في حياتك كل نهار نبقى ساعه في الجحيم 20 ساعه انا وساري كل شهر ما تسكتوش. شو مالك تسكتو؟ لا ما غسكتوش. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا نرى عرفت صار لكم من تطلع عندك الحجر ديال ديوريت داوى بزاف تتبقى داويه. ها عرفتي صار يكون ملي تتاكل الحلاوه بزاف ناري ما كاين تو سيرشي مو
تزنقات بنت الحرام، عرفتي سميت لابسه التريكو قلت هذه محتاره اليوم الكباري. ها انت كتشوفي يا اختي غيتان، انت كتشوفي الحنزه المعفونه يا اختي. قالت دابا هي كتقلب على طرق منتويه، مشات عيطات لواحد البنت، سمعتها البوزيدي، عيطات لواحد البنت كيعرفها هشام، قالت لها غادي تطلعي في اللايف غتقولي اغتصبني بغات تصيفطو للحبس. اويلي لا لا الحشومه لا اقسم كيف يعقل هذا؟ واسفاه لا 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 بالله تدارتها اول باللولي كندير فيديو الا وحشومه هذه عاوتاني ما في عيني. قلت لها نعطيك اللي بغيتي، انا والله لا طاحت لي واحد، حتى واحد فينا ما غيطيح، طاحي بوحدك القرديله مزغبه يا وجه الصوفا يا وجه القرش شعكوكه اليهودي. عرفتي سميت ساره كتحيد واحد كتحيد دوك الاكستنسيون عندها هنايا ضويويره قريعه هنا قريعه هنا قريعه بحال الله يسر نقبها الدجاج. ويلي الله يستر تجمع شعرها وانا راه ومسخوطه مسخوطه دغيتها. ويلي 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 على فضيحتها، ما واحد السبرديله كنت سلفتها ليها واحد الاديداس ضربت بها الصداق مشات بها الكوميساريه ما خلات ما دارت بها. ويلي 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 وبقى وما بقى فيا راسي اللي بقيت مدردب في المحاكم والكوميساريات. كنسمعوا وغيتا وانا شنو ذنبي اللي بقيت مدردب في المحاكم والكوميساريات؟ ويلي 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 ها انت يا اختي دابا انت بلزنا انا والملولي عمرنا دابزنا انا ونزار ما كندابزوش، حنا كنقلبوا على شي حاجه سميتها البوز، كنقلبوا باش ندخلوا الفلوس باش ندخلوا الادسنس الادسنس. انا هاد الشهر هذا اللي درت فيه هاد المعمعه كامله دخلت فيه 8 ديال المليون في الشهر، الملولي دخل 12 ديال المليون في الشهر، سمعتوني انا دخلت 8 ديال المليون، نزار دابا يكون دخل 4 ديال المليون شكاه بلا اشهارات بلا والو، يعني انا بالاشهارات وهذا دخلت شي 13 14 مليون بالاشهارات بين دابا كما سمعتوا اخوتي فهادشي كله على الطريق او على ظهر الشاب كما قالت هي بالكذوب وبالاستحمار ديال المغاربه وكتقولها يعني بوجهها قاصح. ف غيتا خرجات وكما كتعرفوها يعني خرجات شرشماتها بالمعيور وفضحاتها شي فضائح اللي ما عارفينهمش حنايا. المهم اختي وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي ما مشتركش يشارك عندي في القناه. وبسلام عليكم.